السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نختم أيها الأحباب الكرام بدعوة شاملة، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعواتنا في هذه الأيام المعظمة، ونقول نستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر ذنوبنا كلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب كلها إلا أنت. اللهم اغفر لنا أجمعين في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إنا نسألك عافيتك في أمورنا كلها، ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها. نعوذ بك يا رب من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. توكلنا على الحي الذي لا يموت، توكلنا على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم زدنا حكمة وفهما ومعرفة وعلما. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا صاحبنا عند الشدائد، يا مؤنسنا في الوحدة، يا حافظنا في الغربة، يا ولي نعمتنا، يا كاشف كربنا، يا سامع دعواتنا، يا راحم عبراتنا، يا مقيل عتراتنا. اللهم أخرجنا جميعا من حلق الضيق إلى سعة الطريق، وفرج عنا يا رب العالمين كربنا، واكشف عنا شدائدنا. اللهم واكفنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم يا كريم فرج عنا كل هم وغم. اللهم فرج عنا كل هم وغم، وأخرجنا من كل حزن وكرب، وفرج عنا ما ضاق به صدرنا وقلت فيه حيلنا. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل سر وخفية، يا الله يا الله انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا يا ربنا إلى أحد سواك، لا تكلنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا رب العالمين أنت الباقي بلا زوال، وأنت القدوس الطاهر العلي القاهر فوق عبادك الغني بلا مثال. إنا ببابك واقفون فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، واختم بالسعادة آجالنا. يا الله يا الله هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، إنك عفو رؤوف كريم. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.